قرأت في كتاب أنه كان أناس من الصحابة والتابعين ممن يقرؤون القرآن في يوم وليلة، ومنهم من يقرأه في يوم واحد، فهل هذا صحيح؟ يحتمل والله أعلم. ليس هناك ما يمنع إذا تفرع للقراءة ولم يكن له شغل سواها، يمكن أن يختم القرآن في يوم وليلة أو في يوم، وهذا بحسب ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى للمسلم من نشاط وقوة وحفظ لكتاب الله عز وجل. ليس لحفظ القرآن وقت محدد، وهذا يختلف باختلاف القراء، ولكن من الأفضل والأحسن أن الإنسان يقرأ قراءة مجودة مرتلة، وأن يتدبر وأن يتأمل في القراءة، ولا يكون بسرعة أو هجرمة أو يكون بهز هذا الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هز القرآن كهز الشعر، كما أنه لا يكون القرآن لا تكون تلاوة القرآن بالتمطيط وإخراجه إلى حد الغناء، وإنما يكون القرآن مثل بالطريقة المناسبة التي ليست بالهز ولا بالتمطيط مع إقامة الحروف ومراعاة قواعد التجويد مهما أمكن ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.